السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم، ازيك يا مساء؟ الحمد لله. اتمنى من الله ان انت ما تكونش بتزهق مني. الله، ان شاء الله ما ننساش منك باذن الله، ما دمت عاقلا رشيدا. انا عاقل الحمد لله انا والشكر. خلاص، ما انا قلت طالما انك على هذا الخط، طالما انك على هذا الخط، خط العقل والرشاد، ان شاء الله مش هزهق منك ان شاء الله. سيدنا محمد أمرنا بيه نعملوه واللي نهانا عنه ننتهه هذا كلام طيب، انت عرفت فالزم، عرفت فالزم. الحمد لله. أنا ممكن أنصح اللي كان بيسأل كمان أخشام، ممكن عشان أنا انت جلال الذي تضحك الان، ولا هاجر، ولا مين؟ لا جلال، جلال الحمد لله. في واحدة كده. تفضل يا جلال. لا أنا كنت واخد بطولة الغربية مرتين هنا الدرجة الأولى، فهي لعبة قاسية أساسا. بطولة محافظة الغربية في كمال الأجسام، الحمد لله وبعدين من سنة 2012 يعني. المهم، وبعدين يعني إيه؟ إصاباتها كتير، ها؟ لعبة قاسية وإصاباتها كتير. بس عشان اللعبة القاسية والإصابات، إيه؟ يعني كيف الإصابات؟ يعني أنتوا تضربون بعض ولا إيه؟ لا لعبة كمان أجسام، بيشيل حديد، بيشيل أوزان تقيلة، كلام من ده، مع قلة خبرة، فالناس ممكن مثل يقعد بيه طول عمره نعم، مصاب. عايز يتغير. يعني اللي بدأ بيشتغل حديد ده ويرفع، ممكن يحمل غلط. ف هي لعبة قاسية جدا، فأنا بنصحه إن هو يلعب باللي هو الجري وال يعني الحاجات الخفيفة مع شوية تقويات ده. يعني انت الان تحذر او تامر بالاحتياط، على الاصح في لعبه كمال الاجسام، ان ممكن انت وانت تحمل الحديد عرق يقطع او اي شيء كده، ممكن. ايوه طبعا. طيب، في نصيحه ثانيه؟ لا ربنا يبارك لك يا مشاهد. طب هم ليه يشترون الحديد؟ لماذا لا يذهبون يشترون الحديد في دكان ويأخذوا فلوس؟ اسمع، يعني القصد عايز يتمنظر ولا ماشي؟ في مثلا ممكن يكون 75% 80% منهم كده. عايزين يتمنظر يعني رياء. وبعد ما بيخلص الكلية تقريبا بيبطل الحديد. وبعدين اذا بطل الحديد في مشكلة؟ لا، ما هو لازم يحافظ على الرياضة، انا بتكلم على الصحة، لازم الواحد يحافظ على الرياضة. يعني لما يبطل الحديد، إذا لازم يوصل الحديد تاني، على الأقل جري خفيف. لا، على الأقل يجري بس. يعني هشتغل واجري، هشتغل الحديد وبعدين اجري، وين الفلوس اللي هاخدها؟ لا ما فيش فلوس بقى، ما حاجة هنا في الشارع عادي. ما شاء الله، يبارك فيك. السلام عليكم. الله يبارك في عمرك. الله يكرمك. ربنا يبارك لك يا عم الشيخ. وياك يا عم جلال، الله يحفظك. السلام عليكم. استوصي بالوالدة خيرا يا جلجل. واستوصي بالزوجة خيرا.